أنا ساكن قريب من مخيم الجلزون. بتبعد عنا مستوطن الفات إير 30 متر. البيت هذا بلشنا نبني فيه في سنة 78، وبعد 79 بلش يبين إنه في مستوطن هنا. كل سنة بيزيد البنى بكميات، يعني حتى زي ما أنت شايف اليوم الجبل بتشوفوش من كثر البنى. نبقى خايفين، ولما نرجع نبقى خايفين. بطل صحباتي يجين علي لأنها صار إني خايفين، وأنا بطلت أروح عليها لأنه أيام يبقى الجيش باب الضرب فبخاف. طريق المدرسة اللي هي طريق المدرسة بروحوها خايفين وبروحوا خايفين، يعني صارت المدرسة أمان عليهم هم في الصف، البيت عليهم أمان هم جواه، في الطريق رايح جاي هو بفكر شو بصير فيه. بدكم موجودين أمام البيت، وبصير أي يوم لك واحد بصير يحتلون بيتك. أي ما أطلع إحنا ما نبقى داخلين بيبكم متخبين ورا الجدار، ويبقى جبات الجيش على باب دارنا، فإحنا بنخاف ندخل، فبنروح عند جيراننا نقعد ساعة ساعتين. اليوم إحنا بنتحاصر من أربع جهات للمنزل، ما في إلا مجال في جميع المنزل، من جميع من قدامنا سمنت، تطلع بتلاقي جدار قدامك. أحمر بني زهري أصفر أصفر أبيض.